معانا بقى دلوقتي طبق كمان حلو جدا. الطبق ده بنعمله على طول ايام المدارس وايام الدراسه للاولاد، بيحبوه جدا جدا جدا. معانا دلوقتي طبق سلطه البنجر. انا هنا مش معايا سلطه البنجر، لا اهي سلطه البنجر بالفاصوليا. طبق مغذي جدا كله فوائد. معانا الطبق سلطه البنجر بالفاصوليا الخضراء، معانا ربع الاول ربع كيلو بنجر مسلوق ومتقطع، ربع كيلو فاصوليا خضراء مسلوقه ومتقطعه، نص معلقه صغيره ثوم مفروم ناعم، معلقه صغيره ملح، بصله صغيره متقطعه جوانح، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره كمون، معلقتين عصير ليمون، معلقه خل، ومعلقتين زيت. هنجيب كده ادي الطبق، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هنقلب فيه كل المكونات. الاول هناخد ادي البنجر، بنجرتين حوالي ربع كيلو او اكتر من ربع كيلو شويه، هنجيبهم ونغسله كويس جدا، وبعدين نسلقه في ميه مغليه من 30 ل 45 دقيقه على حسب حجم البنجر. لو صغير يبقى بياخد 30 دقيقه، لو البنجر الكبير بياخد حوالي 45 دقيقه كده. طبعا البنجر احنا عارفين مفيد جدا لمرضى السكر والمرضى الضغط، بس طبعا مرضى السكر يحاسبوا منه وهم بياخدوا منه، يعني يبقى بحرص ما ناكلش منه مثلا طبق قد ده، لا يعني يا دوبك ناخد منه كميه صغيره كوبايه مثلا. لو هنحط معاه خضار تاني كده زي الفاصوليا والفلفل والحاجات دي ممكن ناخد طبق كبير. هنا انا حطيت الخضار كله وحطيت معاه التوم، هحط هنا معلقه الكمون، هنا معايا البصل الاحمر، احلى حاجه في طعم سلطه البنجر البصل الاحمر او البصل الاخضر بالشكل ده كده. هاخد رشه ملح كده، رشه صغيره ملح، هاخد السكر، معلقه سكر بالشكل ده، واقلب كله على بعضه. البصل الاحمر هنا بصلايه صغنونه من بصل السلطه، ممكن يكون بصل اخضر كمان بالاوراق الخضراء بتاعته، مفيد جدا كمان لمرضى السكر. البصل بيرفع نسبه الانسولين الطبيعي في الدم او بيحرق السكر الزياده في الدم بالشكل ده. هحط زيت وخل، والفاصوليا الخضراء طبعا كلها فوائد، ان كلها الياف ومفيده جدا لصحه الامعاء ولصحه الجهاز الهضمي عموما والقلب. هنا كمان انا حطيت الخل، هحط معلقتين زيت بالشكل ده. طبعا ممكن بقى كمان يبقى زيت زيتون، يبقى في منتهى الجمال لو زيت زيتون اهو بالشكل ده. هنقلب، حاضر، هجيب الطبق بقى اللي في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ما شاء الله، بسم الله الرحمن. الجبنة ساحت وبقت في منتهى الجمال بالشكل ده. نسيت اقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا، الكانيلوني ده المقدار اللي انا عملته ده ياخد يطلع معايا 13 قرص من نفس الحجم ده بالشكل ده. هغرف هنا السلطه، بسم الله، كده سلطه مفيده ومغذيه جدا جدا ومشبعه في نفس الوقت. طبعا ممكن نحط كوسه فيها كمان تبقى جميله جدا بالشكل ده. هنا كده ادي طبق سلطة البنجر، طعم في منتهى الجمال. مقادير الشاورما كانت اتطلبت مننا، كانت مدام ام اسلام هي اللي طلبتها، هننزلها دلوقتي يا احمد في وقت ننزلها. اوكي حاضر، طيب احنا هننزلها بكره ان شاء الله، ودلوقتي اقول لكم في امان الله، اشوفكم بكره في حلقه جديده ان شاء الله. سلام عليكم.